تفتكر أول مكالمة جات لك حد قال لك إيه خلاك تغير وجهة نظرك كده؟ كابتن مين؟ عدلي القيعي اتصل بيا. أول مكالمة في حياتك تعرف إن أنت رايح الأهلي. كابتن عدلي والحاج محمد عبد الوهاب اللي كان عضو مجلس الإدارة في السابق اتصلوا بيا، كانوا بعد المباراة مباشرة في لما حصلت الأزمة سمير كمونة وتوقف، اتصلوا بيا قالوا لي في مشكلة حصلت كذا كذا. فساعتها كنت أنا لسه ماضي ورقة في بيت الكابتن حلمي طولان زي ورقة رغبة يعني. نعم. أنا طبعا أهلي وزمالك، لو ما جالكش الأهلي بتروح الزمالك. فكانت الفترة دي فترة مهمة جدا في حياتي إن أنا أختار فيها. الاختيار جه بعد يعني لما الاتنين اتعرضوا عليك. يعني ده كان قدامك أهلي وزمالك، حضرتك اخترت الأهلي. اخترت الأهلي. في الأول ما جاليش الأهلي، ما كانش فيه الأهلي خالص في الصورة، فطبعا فيه الزمالك. وده الناس بتقول الاحتراف وفعلا كان احتراف ان في لعيبه تبقى زملكاويه وتروح النادي الاهلي والاهلاويه ويروحوا نادي الزمالك. في الفتره دي انا اهلاوي بس ما جاليش الاهلي، عادي ان انا اروح الزمالك، وكنت هخلص في الزمالك زي ما اخلصت في النادي الاهلي واديته كل شيء يعني. فالاحتراف موجود والانتماء موجود. ايوه. فالحمد لله انا بقول لك القرار ده من افضل القرارات اللي انا اخدتها في حياتي، وكنت رايح وعارف ان ممكن يحصل لي مشكله. وحصل لي مشكله بعد كده، بعد فتره من توقيع واظهار توقيعي للنادي الاهلي وانتمائي للنادي الاهلي خلاص حصلت بعض المشاكل وبعض المناوشات، انما الحمد لله كل الامور مشيت عادي. وكنت سعيد جدا باختياري ومسيرتي اللي بدات واستمرت الحمد لله وانتهت بالفضل والحمد لله بالحب اللي احنا شايفينه من تعبير الناس في التعامل معانا وفي احترامهم لينا اسلام في كل مكان يعني. يعني الحقيقه من ساعه ما اعلنت عن الحلقه ان هيكون معايا كابتن وائل جمعه، ووائل بصراحه كان مقلقني، قال لي ماتش انجلترا والدنمارك، قلت له يا ابني اسمع كلامي، جمهور الاهلي بيحبك في يعني احنا في حته تانية، انت ما لكش دعوه بالانجلترا. هيسمعوا. والله انا في ناس هبقى اوريك الصوره حاطين صوره بيتفرجوا على الماتش، مشغلين المباراتين، المباراه انجلترا والدنمارك والاستوديو بتاعنا وانت بتتكلم في البيت الكبير. فيعني حاجه جميله جدا، والواحد قد ايه بيبقى سعيد لما بيشوف فرحه جمهور النادي الاهلي. ودي الكلمه اللي قالها لي وائل الحقيقه اول ما قلت له، قال لي خلاص ما ماشي يوم الاربعاء انا معاك عشان خاطر جمهور النادي الاهلي.